مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر اللي عنده علاقة بيوم أمس وما وقع في مدينة تطوان. المقابلة اللي جمعت ما بين الجمعات فريق الوداد البيضاوي والمغرب التطواني، عملت شغب خطيرة جدا، اعتداء على ممتلكات الغير والاعتداء كذلك على المواطنين بالضرب والجرح. كاين فيديوهات كيروجوا بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي لانهم سجلوا من طرف مواطنين استغربوا الاعمال ديال الشغب اللي وقعت على والو، يعني الناس باركين في امان الله حتى القصيرات ديالهم تهرسوا. كاين اللي تسرق، كاين اللي دخلوا للمحل، فوقعات كارثه. وهذا الشيء امام صمت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. كنشاهدوا بان ملي كيكون اعتداء ولا شغب من طرف فريق الرجاء ولا من طرف فريق الجيش الملكي، لان ذكرت هذا الفريق لان عندهم جماهير كبيره وكثيره، عندهم شعبيه، ملي كيكونوا الشغب ففي ذاك الوقت كتجتمع المسؤولين ديال الجامعه وكيخرجوا واحد البلاغ وكيخرجوا كذلك عقوبات في حق هاد الفروق. الكل كيتكلم علاش الجامعه مازال ساكته على ما وقع يوم امس في مدينه تطوان. اش بالك الحاج في هذاك الشيء اللي وقع البارح؟ لا تا الحاج بلاتي؟ اها. خويا شي اسفه بكل صراحه، حنا كنا كنمشيو نتفرجوا في الكوره حنايا، فهمتي؟ نتفرجوا نمشيو اي بلاد كنمشيو لها، كنا كنمشيو نركبوا في بنجديه هنايا ولا كراج علال، نمشيو رجاويين ولا ودادي، غادي كل شيء بحال بحال. واحد ما عندوش كنجمعوا ليه، كانت الجماهير واحد بكري، بعض الجماهير ما عرفتهاش منين جات. هاد الفترات وهاد الشيء جاو مع الربيع العربي وجاو مع هاد الشيء ديال 20 فبراير، ولا علاقه بالكوره بكل صراحه. كاين واحد الفئه فيهم كتبغي الكوره وهادي وتخلطوا مع واحد اخرين، بكل صراحه هاد الشيء ما كيبقاش كيفرح. وكتبنى بلاد غادي من هنا غادي مقرقب، غادي ما عرفتش واكل، وغادي كيقول لك غنمشي ندبر على راسي. يلا غادي بالسلاح، غادي من هنا كيقول لك غنمشي ندبر على راسي، قال لك غنمشي للشمال، غادي نمشي نجيب السلعه من تما، كاين السبرتيلات ولا نجيب معايا الفودكا ولا نجيب معايا شي حاجه، هو غادي معول. بكل صراحه كاين القاصرين الحاج، القاصرين الدري الصغار. ودابا كاين دابا هذوك الناس اللي كيمشيو كيقولوا ريترا هذوك، يجيب معاهم مثلا الدراري يكون داك الشيء منظم، يجيبوا هما خصهم يغربوا داك الشيء اللي عندهم. دابا كيوثقوا دابا الجماهير ديال الوداد ولا ديال الرجاء ولا هذي، كاين واحد الفئه كتخبى في هذا الشيء العلاقه مع هذا الموفيطه، مع الحزقه ديال البلاد فهمتي، والموفيطه وزياد فهمتي، كاين اللي كيمشي يفرق الكبد ديالو تماك فهمتي، كيكون طالع يد ما خاصي ديال الكره. حنا كنا كنتفرجوا، هو غادي ما غاديش باش يتفرج في الكره، هو غادي باش يمشي يقرب. هادو الاغلبيه الهيزه القرويه تخلطوا معنا، حنا كنا نمشيو للملعب نتفرجوا، راه جاوا ولادي مخلطين تماك، نشربوا الشراب تماك وناكلوا ونشربوا تماك في التيران، وهادي جميع راه جاوا ولادي. دابا ولات العداوه وشي محامل شي وشي هادي، هادو الناس تخلطوا معنا. كاين ناس ديال كاين ناس كبار، ناس بزاف بقات تمشي للملاعب على قبل الجمهوريه. دابا كتشوفها ملي كتكون غادي يلعبوا عندنا هنا في بوحه وسعيد ولا هنا في بولفار ديال لانفا، هنا غادي من هنا غادي كيخونوا في التليفونات فهمتي. لا بغينا تكون هذا الشيء من الحديد فهمتي، شي عيقه من الحديد فهمتي، حيدوا هادشي راه وسخوا الكره بكل صراحه. ماشي غير الجمهور ديال الوداد، وديال الامال ديال الرجاء وديال الوداد وديال جيجي كل شيء. واش ربح لي الله المغرب دار التوب شويه في كاس العالم التروازيامين، وهذه هنا الصوره ديال المغرب فنولي دابا نهدموا فيها. الملك دابا كيبني وهذه في الرياضه وكل شيء، وحنا كنبداو نهدموا. لا بكل صراحه، كمل لا بكل صراحه فهمتي، بكل صراحه هادشي هذا راه ما بقاش كيفرح. بكل صراحه بغينا هاد المسؤولين فهمتي يكونوا داك الشيء من الحديد فهمتي. الجامعه شوف باقا ساكته. والجامعه اش من الجامعه؟ زيدي. واخويا ما تقول الجامعه، الجامعه مشات مع موليها. الله يرحم ديال وجده. بالهاشمي كان باع دارو على قبل وجده. الله يرحمه. القجا ما غاديش نقولوا القجا ماشي رئيس. لا ما حنا كنقول لك على حنا كنجيبوك حنا الناس ديال الرؤساء، خليني نكمل لك الله يحفظك. كان كيمشي ديال القنيطره باراليزي كيجي يتفرج في النادي القنيطري. كان الجوندي كان مكوار ديال الوداد. كان هذا الاسم كان سمو معطيو عليه السملالي. غير على الشغب، الشغب ما خاصوش يكون. وحنا الشغب بكل صراحه، حنا شكون اللي غايب هذا الشغب؟ حنا الصوره اللي عندنا حنا دايرين الطوب فهمتي، نقول الشغب يبدا يطيح، حنا يقول المغرب شوف هذا الشيء بلاد مضرب. اجمل. بلاد واحد على بيمو. راه مصيبه هذه. اجا استاذ. الله يعاونك. الله يحفظك، شكرا. حياك الله يا عمر شريف. مرحبا استاذ، شنو بالك في الشغب اللي وقع؟ السلام عليكم. السلام. شوف هذا الشغب هذا بغينا نمحيوه. هذا الجيل هذا اللي طالع فهمتي، كما قال السيد، كيمشي ويهرس بزاف ديال
ديال الشغب زعما بغينا نحيدوا هاد. خاصو يكون باش يتحيد هادشي. خاصو يكون جمهور حضاري بالعقليه ديالو وجمهور ديال. علاش غتمشي وتهرسوا هادي ولا اش دارت لك الطوموبيل؟ اش داروك الطوموبيلات؟ اشنو داروا لك الناس ضحايا الناس ضحايا تمشي تفرج ولا غير حاط طوموبيلتو على برا مسكين تيجي تلقاها مهرسه وهادي. علاش هاد الشغب هذا؟ علاش؟ حشومه عار والله الا عار. اغلبيتهم قاصرين اغلبيتهم قاصرين يوكل القانون. علاش خلاهم ان هاد القاصرين يمشيو؟ علاش هادو خصهم يديروا لهم حد ما يدخلوش ولا منع التنقل. اييه والمنع كما قلت يا ودي استاذ. اييه في المدينه ديالو. هذا جاي من هنا هذا جاي من هنا عيب والله لا عار والله عار لهاد البلاد هذه والله. وحنا في المستوى دابا في العالميه نيت انت شوف غير المنتخب ديالنا تبارك الله فين وصلوا. وحنا غنظموا كاس العالم بعدا وحنا اييه حاليا الصوره أيه. هرست هو هادشي. علاش نهضوا الشباب؟ تنطلب انا من الشباب الصغار هادي عار عليهم باش يبقاو يديروا هاد في هاد المستوى هذا. شكرا الحاج. الله يبارك لك اخويا.